دكتور الألم وليد والتزود اتفضل. وال... ده محتاج كونسولتو مش محتاج تحليل نفسي. ايه التطرف الفكري ده؟ علي يا ايه الانحراف المعرفي ده؟ ايه القصور الادراكي اللي انا سمعته ده؟ ايه التشوش اللي في المفاهيم والخلط في المعنى؟ الاستاذ اشرف على فكره مواليد سنه 67، وكل واحد فينا من اسمه وملابسات ميلاده دي فيها نصيب. مواليد سنه النكسه، يعني مولود في النكسه، ده قمه النكسه، النكسه والرده والدعوه لعصور الظلام. ايه اللي بيقوله ده؟ الاستاذ اشرف ما سمعش عن فاطمه اسماعيل اللي هي كانت بتاسس اول جامعه مصريه اتبرعت بالارض عشان تعمل جامعه، وهو اتخرج منها. كنت لسه هقول له طبعا اللي مؤسسها واللي متبرع بارضها امراه. ما سمعش عن لطيفه ابراهيم، لطفيه ابراهيم اللي هي ام الفيزياء النوويه. ما سمعش عن لطفيه النادي، ثاني سيده في العالم تقود الطياره لوحدها منفرده. والكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان سنه 38 قبل هو ما يتولد. ما سمعش عن العالمه سميره موسى، اول عالمه ذره. ما سمعش عن ليلى عبد المنعم، ام المخترعين اللي عملت 1000 اختراع قادت بيهم البشريه للتنوير. انت فين من دول؟ انت فين من سيدات مصر العظام اللي احنا قلناهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم؟ انت فين من زوجات الرسول اللي كانوا قاعدين في غزوه احد بيدافعوا عنه وقاعدين بيطببوا الناس؟ انت فين من اول سياسيه مصريه راويه عطيه وكانت اول ضابط جيش مصري نسائي علمت اربع دكتور وليد سيدة. نفسيا بقى، نفسيا تحليله ايه؟ هل عنده عقدة ضد المرأة؟ يا فندم عنده أفكار فطنية. الشخص الفطامي ده بيبقى بعيد عن الواقع، في فكرة مسيطرة عليه مش شايف غيرها. ده حتى في الحوار مع حضراتكم قاعد بيضحك. ايه مدعاة الضحك في الحوار ده؟ مدعاة للرثاء والبكاء. ده المفروض يرثي على حاله، رافض للواقع. شخصية عدوانية بتسعى للتنمر والسادية والتنفيس بنوازع الكره والبغضاء تجاه الآخر. هي عملت لك ايه المرأة المصرية؟ هل في عقدة فعلا؟ هل كلامك ده يخليني اقول يا عيني على اللي حب ولا طالشي؟ كان عندك عقدة انك توصل للمرأة وما عرفتش توصل لها. طيب يا دكتور ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. كونه ان هو متجوز من سيدة فاضلة مصرية ولكنها لم تحصل على قسط من التعليم كما قرر هو ذلك، ده يأثر نفسيا على الحالة النفسية وعلى الكتابات بتاعته؟ أكيد طبعا يا فندم. بص حضرتك، المرأة المتعلمة دي مرأة مستنيرة، يعني حتى سيكولوجيا لقينا أن المرأة المتعلمة هي الأكثر حرص على الاستقرار الأسري. المرأة العاملة هي الأكثر تنظيم لكل شؤون الحياة. المرأة العاملة والمتعلمة بتبقى أكثر إرساء لروح التعاون مع الآخر، بتبقى سبورت لجوزها، بتبقى منفتحة على العالم الخارجي، مطورة لنفسها، للبادي ايمج، لشكلها، للفوكابلري، للمحصول اللغوي اللي بتتكلم بيه. يعني رايك نحبسه يا ريس؟ ده عايش في صحراء. رايك نحبسه دوت؟ عايش في صحراء. رايك نتخذ الاجراءات القانونيه صباحا ضده يا فندم؟ ده لو في محكمه فاتحه دلوقتي انا اروح اقدم فيه بلاغ دلوقتي. انا لسه هستنى لبكره. ايه الافكار الهدامه دي؟ ده احنا في 2023. انت مش شايف عدد مقاعد المراه في البرلمان قد ايه؟ انت مش شايف كم وزيره امراه؟ انت مش هنا؟ انت ايه اللي بتكتبه ده؟ يعني حتى كتاباته زي ما حضرتك قلت، يعني ده ليه كتاب بعنوان الفرس ليس حرا. انا بقوله لا الفرس ولا البغل ولا الحمارة اللي تركبوها وزينة. تقول لنفسك ده الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. بتعرف انت بتكتب ايه؟ ولا هي خلاص بقى كل واحد بيقول اللي هو عاوزه على السوشيال ميديا وبقى مسرح لإسقاط عوراتنا النفسية، وكل واحد عنده مركبات نقص يطرحها على الناس ويحاول يفرضها عليهم. ما هو قال لحضرتك انا التين والزيتون وضارب الطبل وخروف وكلب. كمان حتى بيستهزئ ببعض ايات القران وبعض اسماء الصور الكريمه وبيخلط الحابل بالنابل. ما انا بقول لحضرتك في حاجه مش مظبوطه في شخصيته بصراحه. تركيبه الشخصيه مش مظبوطه لدرجه انه اول ما سياسه الطماطم ده كاتب بوست ومبسوط جدا. سياسة راي عام هو معنون الحوار بتاعنا بانه قضيه راي عام. ينول من الشهره شيء يتجه للهجوم على المراه المصريه، هو ده اصبح الحال على السوشيال ميديا. انا بقول لكم هتشوفوا انه هيطلع لايف بعد الحلقه ما تخلص طبعًا. لانه طبعا خلاص هو عمل اللي هو عايزه طبعًا. يعني بس الحقيقه يعني
المجلس القومي هيتحرك ما ينفعش بكرة. كان يتسكت حتى لو هو عاوز وغاوي شهرة وعايز يبقى ترند ومعرض الكتاب قرب، بس ده ما يخلكش انك انت تستغل الكرامة المرأة المصرية والمرأة القروية في انك انت تهنها ابدا، ولا عاش ولا كان اللي من يعمل أجل ده استغلال بيع رواياته ابدا. ما طبعا في معرض الكتاب استغل دلوقتي. رواياتك بعيد عن المرأة وبعيد عن إهانة المرأة.